تقول: من المعروف أن الصلاة في السفر تقصر وتذمر، سواء كان جمع تأخير أو تقديم، ولكن كنت أجهل أن الصلاة للمسافر لا تذمر إلا بعد الخروج من البلدة بحوالي 80 كيلو متر، وكنت أصلي في البيت قبل الخروج، فهل علي شيء؟ لا يجوز استعمال رخص السفر من جمع وقصر وإفطار في رمضان إلا بعد البروز من البلدة والسفور من البلدة. إذا فارق عامر قريته فإنه تبدأ رخص السفر. ومن وجبت عليه الصلاة وهو في البلد ثم سافر بعد وجوبها عليه فإنه يصليها صلاة حضر يتمها ولا يجمعها مع ما بعدها، لأنها وجبت عليه تامة وهو في البلد فيؤديها تامة، سواء صلاها في داخل البلد أو صلاها بعد ما خرج.